معلش عطلك ثواني ياسمين، تعالي معلش اقعدي مشي. دي صاحبتي اصلا. يلا يا بنات بقى خشوا، يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك، انجي وسار تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه جوه، وانا هجي لكم. عبير وميمي ورا، اقعدي هنا بقى عشان تبايدين المحاضره. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم، انا المصيبه انك عاجبهم هم. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هم عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره، انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا، على ايه؟ خليها طريه، خليها طري. اتفضل اقعد. طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبيه ولا حتى بالحروف الابجديه. مشروع السنه دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير، انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسه كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف دخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبعك هنا يا شايف. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غيفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفع الدكتور فصيل عشان يرجعني زي ما بتدفع كل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ معرفش ده هما اخواتي بيبو وبشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. يا انتوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا ده هو يا فوق لنفسكم. ده انتوا خشوا وقش وكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاق افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم، لكن ما شفتوش دكتور بصير العربقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول رصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنايم من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم، يعني توأم. بسم الله ما شاء الله، صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه؟ يا دكتور احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور، انسى ان احنا الثلاثه يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى؟ طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو، المشروع هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي. عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق. خلاص لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. حبيبي
عندك فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف، فيروز نسم علينا الهوى. مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سبيتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن ايدكم بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فاكر اقول ما عايش فاكر. هات بقى 20 يا شهير. اخلص 5 ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا سمير اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن ان يسافر عبر كل الحواجز الزمنيه معتمدا على الشحنه الكهرومغناطيسيه الموجوده بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه ايه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثة بنحلم سوا؟ قول له. أخبارها رام جمهورية. تعال تعال. اديني المصري اليوم. نعم. اديني أي حاجة أنت هتصاحبني. هو ده جورنال النهاردة؟ أيوة يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهاردة؟ أيوة يا عم هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده أوريدي كلنا أخدناه يا جماعة. أكيد أخدناه. طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربيه دي حضرات مليانه انبهارات ومفاجآت. اول انبهار الفتيس ده فيه اربع سرعات، اول تاني تالت رابع مرشديه. بسم الله ما شاء الله رائعه ومبهره فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول يا حضرات مش زينه. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي في خط ابيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط ابيض، الخطين دول بيحددوا لك الطريق. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد يسألني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسألك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس مسبول. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربيه وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى. عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه، ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك خد راحتك. اذنك ولعها مكانها والنبي الله. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على المرايه اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه المرايه هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو انا هجرب. ها براحتك. خد يلا. يا جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على الهدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا، ويوم ما هنتزنق هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟
بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت تمس سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي هيحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيه هوانم جاردن سيتي. انت امك كانت في المسلسل؟ لا، هوانم جاردن سيتي دي كانت مسابقه بتتعمل زمان في جاردن سيتي البنات العائلات الكبيره يعني اللي هي مامي منهم طبعا. المهم اللي حصل في المسابقه دي انا حافظه صم. مامي كانت مصدعاني بالحكايه دي، بتحكيها لي كل يوم 9 مرات. يلا يا سمير اطلع بينا على جاردن سيتي. لا يا معلم، جاردن سيتي دلوقتي بيقول لك في ماتش اهلي وزمالك النهارده، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان كوبري اكتوبر هيبقى زحمه ترس، وانا مش هبهدل العربيه في الزحمه. يا حبيبي ولا في زحمه ولا في كوبري اكتوبر اصلا. بقول لكم ايه، انا ابويا وامي اتقابلوا برضو يوم الماتش ده، كان ابويا يومها عنده استعراض في مطار المازا. اطلع مطار المازا يا سمير. لا جاردن سيتي الاول. مطار المازا الاول يا سمير. بس خلاص بقى دلوقتي، تعالى يا سمير ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريما. اسمعني يا انت، وهو سمير بتاع زمان خلاص مات، سمير بتاع دلوقتي هو اللي معاه العربيه، يعني هو اللي معاه الفلوس، والعربيه دي مش هتتحرك من هنا من غير اذننا. بس النبي يا حاجه، ما تعرفيش واحد ساكن هنا اسمه بصير؟ اه يا حبيبي، عند الضرب اللي هناك ده. فين عند الضرب يا حاج؟ جوه الضرب، ما هو اللي بيتضرب. هو اللي بيتضرب هناك ده؟ ده انا وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو، كنت بلاقي من بابه من المغرب. اربعة على واحد مش رجولة يا كباتي. ما كانش لازم اللي انت عملته. كان كلها ربع ساعه كان هيزهقوا ويمشوا. انت كل يوم متعود تضرب في الشارع كده؟ كل يوم ما عدا الجمعه. الجمعه بقى انت عارف انه اجازه، ما بنزلش من البيت خالص، بيطلعوا هم يضربوني هنا. ايه ده وايه اللي في صدرك ده؟ دي رصاصه. انت كنت في الحرب بقى؟ لا في الشارع برضو. الاسبوع اللي فات ماشي نفس العيال راحوا ضاربين عليا نار، الشاذه هي اللي عورتني، لكن الحمد لله اعرف.